السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هنا إن شاء الله غنتحدثوا على نظام التربية الأرضية للأرانب، يعني نتحدثوا على الإيجابيات والسلبيات. أولا نتحدث عن الإيجابيات. أولا يعني النقطة الأولى وهي أن التربية على الأرض غير مكلفة وسهلة، يعني على عكس الأقفاص. هذه يعني أول خطوة، أول نقطة عفوا. ثانية نقطة أن الأرنب صحيا كيكون أكثر صحة وحيوية من الأقفاص. يعني التربية الأرضية كتكون لأنه كيتحرك في الأرض بزاف، كيجري كيلعب، وهذاك اللعب كيؤدي أن العضلات ديالو كيوليو شداد، وكتقوى عنده المناعة. أما في الأقفاص كي يظل الأرنب يعني خامل، فتصير له بعض المشاكل ومنها التأخر في الولادة. يعني الأنثى ما كتأخر في الولادة، السبب هو عدم الحركة، وفي بعض الأحيان يصير يعني تحجر الفراخ، يعني الصغار داخل أو الأجنة داخل بطن الأنثى. هذا الشيء احنا تحدثنا على الإيجابيات. دابا نتحدثوا على السلبيات. فأهمها يعني أهم سلبيات عدم التحكم في عدد الذكور. يعني إذا كان عدد الذكور البالغين كثير، أو حتى يعني على الأقل يكونوا ذكرين، فسوف يتقاتلان. هذه يعني يعني بالتجربه، جوج ذكور كاينين في المكان وجوج ذكور بالغين كيتقاتلوا بعضياتهم، واحد كيقتل واحد. وبالتالي يجب ترك ذكر واحد فقط مع الإناث، ولكن النتيجه ستكون انه هذا الذكر هذا ما يمكنش انه غادي يلقح كل الأمهات. يعني خصنا نعزلوه في واحد الجهه بوحده. يعني وصلنا للقضيه ديال الاقفاص. يعني منين بقينا كنشوفوا اسمو خصنا نديرو، خصنا نوصلوا للنقطه اننا خصنا نديرو الاقفاص. واحد النقطه ثانيه وهي ممكن ان يدخل احد الذكور الى بيت الانثى، يعني بيت الولاده ديالها، ويبغي يلقحها، لانها كتكون في الذروه ديالها، والخصوبه ديالها كتكون مرتفعه جدا بعد الولاده مباشره. فممكن انه يطلع فوق الانثى، يعني كيبغي يلقحها يتزوج معها. سمو كيوقع انه كيدهس هذوك الصغار، وتهي حتى هي كتكون كتبقى تخبط في القفص، خاصها تخبط واحد شويه، لان الطريقه ديال الولاده ما كتكونش سهله، كتكون خاصو هو يتبعها كتجري. تخيلوا ان هذه العمليه تمت وكاينين الصغار. الا كاينين الصغار صافي يكونوا متاكدين ان غادي يرفسوا هذوك الصغار وغادي يموتوا. يعني يكونوا عدد الحيمات غادي يموتوا 100%. كاين عاوتاني نقطة أخرى وهي ممكن أن شي أنثى تكون شرسة وتدخل على الصغار. هذا شيء هذه 100%. إذا كانت أنثى وحدة أخرى يعني شرسة ودخلت على الصغار، اسمو غادي دير لهم، غادي تاكلهم. هذه ممكن أن يعني الأغلبية ديال الناس تكون ما طراتلهمش القضية أن الأنثى كتاكل الصغار ديالها، كتكون شرسة. إلا مشات تلقات شي صغار ديال أنثى أخرى، كونوا متأكدين أنها غادي تاكلهم ببساطة. أو ممكن أنها عاوتاني فكرة أخرى، أن الأم ديال هذوك الصغار تبغي تدافع على الصغار ديالها، سمو غادي دير غادي تمشي تقاتل مع ذاك الأنثى اللي عاد دخلت عليهم على الصغار ديالها. سمو غادي دير هي غادي تبدا تقاتل معها حماية للصغار ديالها. ملي غادي تبغي تحمي الصغار ديالها، غادي تقاتل هي وياها وحده، غادي تقتل وحده 100%. غادي تقتل وحده. واحد النقطة أخرى وهي لا يمكن يعني في التربية ديال 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 ديال, 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 ديال
الحقن الأرضية لا يمكن معرفة وقت تلقيح أنثى، وأيضا لا يمكن معرفة وقت ولادتها. يعني تخيلوا عاطيهم واحد المساحة، داك الشيء ما كتعرفوش فوقاش تلقحت، فوقاش طلع فوق منها الذكر، مخشيين في واحد بينيو جوج ياجورات، نتوما ما عارفينش فوقاش تلقحت، يعني ما كتعرفوهاش فوقاش كتولد، يعني غير هكاك على الله وصافي. التربيه ديال الارانب راه خاصها تكون عندها ضوابط، ماشي تكون على الله، وكل شيء على الله، ولكن حتى الله عطاني واحد العقل باش نفكروا به، باش كل حاجه نعطيوها حقها. اذا هذه نقطه. بقات واحد النقطه اخيره، وهي الاهم، هو الاهم في السلبيات ديال تربيه الارانب، وهي نقطه الجرب. كونوا متاكدين ان التربيه الارضيه ضروري ما يكون عندكم حالات ديال الجرب، رغم التنظيف. واخا يكون عندكم التنظيف، الا مشاو حتى يفزقوا الارانب او وسخوا وداكشي علق لهم في الارجل ديالهم، لان ما بين الارجل كاينه واحد الفراغات، الا مشاو حتى لصقوا تمايا داك العليقه، يعني نقولوا علقت واحد الوسخ وبقى تمايا ما تحيدش. شوفوا هنايا عكس الكيجان، يعني الاقفاص سموره الوسخ فين كيطيح، كيطيح في واحد الميكال تحت. انتما الا كتبان لكم، انا غنوضحها لكم مزيان. انتما كاينه واحد الميكا من التحت، ها هي ومثقوبه، دايره ثقبه وحده، يعني القفص كامل ها هو. اي واحد من هاد الارانب، يعني الفضلات ديالو عزكم الله، سمو كيوقع لها كلها كطيح وكتمشي لنفس الثقب، ها هو كتمشي لواحد الثقب مربع صغير، لان الميكا مديوره بواحد الطريقه مائله. اي وسخ كيمشي كيهود لتحت، يعني ما كيبقاش عالق لهم في 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 يعني في الارجل ديالهم، لان الاقفاص هانتوما ما بين السلك والسلك كاين واحد الفراغ، هذاك الوسخ كيطيح ما كيبقاش لاصق لهم في رجليهم. هذا هو المشكل ديال الجرب. الا لاحظتوا معايا ان في الموضوع هذا كاين السلبيات ديال التربيه الارضيه اكثر من الايجابيات، يعني ان التربيه في الاقفاص تبقى دائما هي المنتصره في تربيه الارانب. التربيه في الاقفاص كتخلي مولاها يعني ما يضربش تمارع في التنظيف، ان كيكون طاس واحد ها هو بانيو، هو عباره عن بانيو، كل شيء داك الشيء كيتجمع كيطيح في البانيو، يعني بما فيها الاوساخ او الماء ديالهم. هذاك البانيو ممكن انك تخلص منه في واحد المده ديال 5 ايام مثلا، وهذاك الميكا صافي راه كتبقى فيكسيا. هانتوما راه ميكا زرقاء، ها هي راه ندير ميكا زرقاء، هانتوما غنبين لكم مزيان. هانتوما ميكا زرقاء كتعلقوها باي طريقه، ماشي مشكل انها تكون، غير خصها تكون مائله وعندها ثقب واحد في الوسط. هذاك الثقب هو كله كيبقى يؤدي لواحد الاناء او بانيو، اي حاجه درتوها لتحت. المهم 5 ايام ديال 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 ديال, ديال التنظيف هانتوما ربحتوها، وفي نفس الوقت يعني هذاك يعني الامراض اللي غادي تصيبهم ما كتصيبهمش. وهي الجرب، هو معروف الجرب هو اللي التربيه ديال الارضيه، الجرب. اي واحد عنده التربيه الاراضي الارضيه الا وكيتصادف مع حالات ديال الجرب. اذا كنظن انني وضحت كاع النقاط في هذا الموضوع ديال التربيه الارضيه، يعني راه السلبيات اكثر من الايجابيات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، كنرحب بكم اي تعليق، انا راه الاشاره. كنشكركم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.